ثلاثة عشر قتيلا بينهم سبعة عسكريين إيرانيين إلى جانب ستة سوريين حصيلة الهجوم بطائرات إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق والذي أكد الجيش الإسرائيلي أن الهدف كان مبنى عسكريا تابعا لفيلق القدس وليس قنصلية أو سفارة الهجوم استهدف القيادي في فيلق القدس بسوريا ولبنان محمد رضا زاهدي يعد زاهدي احد اكبر القاده في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، كما شغل منصب نائب رئيس عمليات الحرس اضافه الى توليه قياده القوات الجويه والبريه في الحرس الثوري. وكان زاهدي بحسب تقارير دوليه قد شارك في قياده كتيبه بالحرس الثوري في الحرب الايرانيه العراقيه، وكذلك في الحرب بسوريا. بالاضافه لمشاركته اجتماعات بانفاق حزب الله شارك بها قاده ميليشيات وفصائل بينها حوثيون والجهاد وحماس. وفي احدث ردود الفعل الايرانيه قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان الهجوم الاسرائيلي على القنصليه في دمشق لن يمر دون رد. ولقي الهجوم على القنصليه تنديدا واسعا على المستويات العربيه والاسلاميه والدوليه لما له من عواقب قد ترفع مؤشر التوتر في المنطقه. الضربه التي نفت امريكا علمها بها ابلغ البيت الابيض ايران عدم ضلوعه باي دور او علم مسبق. وحسب اكسيوس فان اداره الرئيس جو بايدن تشعر بقلق عميق من ان الضربه الاسرائيليه قد تؤدي الى تصعيد اقليمي واستئناف الميليشيات المواليه لايران هجماتها ضد القوات الامريكيه.